حقيقة الرسائل اللي هي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رسائل هامة جدا، والحقيقة هو حاول ينشرها بأسلوب يعني علمي أكثر من أسلوب يعني ديمقراطي. الحقيقة نحن الرسائل دي بتحاول تؤكد على خطورة بعض الظواهر اللي هي بتمر بها مصر من ظاهرة الدواد، وده بالذات سكين دواد مبكر نزاله في مصر اقل من 18 سنه. هو للاسف بس مش سامع الصوت بوضوح يا دكتور، حضرتك بتقول دكتور محمد ده الحقيقه ما زلنا الو، انا بس مش سامع الصوت بوضوح، فحضرتك لو تقف في مكان فيه شبكه افضل. وحضرتك كنت بتقول لنا ان دي بتوضح لينا ظواهر معينه ليها علاقه بالزواج. ظواهر يعني الاهتمام بيها الحقيقه نشرها الجهاز، هي الحقيقه شبكه اعلاميه يجب ان احنا الحقيقه نتنبه ليها، لان الحقيقه الجهاز في الغالب ينشر مؤشرات، ولكن الحقيقه هذه المؤشرات الحقيقه حاول يصيغها الجهاز بصوره اعلاميه للفت الخطوره والاهميه لهذه الظواهر التي الحقيقه تشكل يعني خطوره عاليه على المجتمع. طيب ايه المؤشرات اللي بتقول لينا او بتنذرنا بخطر ما؟ يعني هل معدلات المواليد؟ هل معدلات الطلاق؟ حاجه اسمها زياده الوعي والاهتمام والتوعيه، ان احنا ناخد بالنا ان في ظواهر خطيره بتواجه المجتمع. هذه الظواهر الحقيقه ياخدها يعني رجال الاعلام والمهتمين بالاعلام ويحاول صياغتها باسلوب ابسط، والحقيقه تقدر نستفيد منها في صوره توصيات اخرى. بمعنى اننا الحقيقه نقول كل ثانيه او كل 14 ثانيه في حال هي عمليه خطيره جدا، ولكن يجب ان وينظر لها بصوره ابسط. يشوف اول حاجه من بين تلك الفئات معدلات انتشارا للطلاق، هنلاقينا من الناس اللي هم اتجوزوا بقالهم سنتين ثلاثه، ودي الحقيقه تشكل خطوره كبيره في اول سنتين في الجواز من الاسر. احنا محتاجين مجتمع في زواج، في استقرار، في اسره.